ما شاء الله كل هالأكل زاد من العزيمة. هي والله أخوي كيف ممكن نتصرف؟ اتصل على مشروع حفظ النعمة بتوزع الأكل على كل الفقراء، فالحمد لله دولتنا تهتم بالخير وأسست مشاريع حفظ النعمة لتحقيق مبدأ التكالف المجتمعي بين أفراد المجتمع بالتواصل مع الأسر المتفففة في المجتمع وتقديم المعونة بصورة حضورية. فكرة ممتازة، وهذا هذه وصية ديننا الحنيف. نعم، فديننا دين قيم وأخلاق.